حول هذا الموضوع يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف سعادة السيد علي العرادي عضو مجلس الشورى. أهلا بك سيدي الكريم في نشرة الثالثة. كيف ساهمت الدبلوماسية البرلمانية البحرينية في تعزيز العلاقات بين الدول الشقيقة والصديقة؟ مساء الخير، وانتهز هذه الفرصة لمسي بالخير عليكم وعلى السيدات والسادة المشاهدين، وأشكركم على هذه الاستضافة. بداية، الدبلوماسية البرلمانية اطلعت بدور مهم في مملكة البحرين في تعزيز المكانة المرموقة للمملكة سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي. وعملت طبعا الدبلوماسية البرلمانية على إبراز التقدم والنهضة الشاملة التي تشهدها مملكة البحرين في ظل العهد الزاهر لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهد البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. كذلك أعتقد بأن السلطة التشريعية بمملكة البحرين استطاعت عبر تفعيل الدبلوماسية البرلمانية والتي هي في الأساس كما نعلم ترجمة لرؤية جلالة الملك المعظم، استطاعت السلطة التشريعية أن ترسخ موقع البحرين الحيوي والفاعل سواء في الاتحادات البرلمانية أو في الاتحادات يعني الإقليمية أو جمعيات الصداقة، وأن يكون للبحرين دور كبير في النهوض بالعمل البرلماني على المستويات كافة، وأن تكون البحرين كما عهدناها بقيمها الأصيلة وحضارتها العريقة نموذج رائد. نجد اليوم بأن دول وشعوب العالم تشير إلى البحرين وأن البحرين يكون لها بصمة واضحة، هذه البصمة تعمل على تعزيز العمل البرلماني. أعتقد كذلك بأن الدبلوماسية البرلمانية أداة مؤثرة في رفع مستويات التفاهم المتبادلة بين البحرين والدول الشقيقة والصديقة، وكذلك مع المنظمات الإقليمية والدولية، وأن البحرين استطاعت، وبالعودة يعني أكثر إلى سؤالك، من خلال تفعيل الدبلوماسية البرلمانية ومشار التعاون والتنسيق في أن تدعم جهود البحرين وأن تكون رديف للعمل الدبلوماسي التقليدي. وأعتقد بأن استضافة مملكة البحرين لاجتماعات الجمعية العامة إن شاء الله راح تكون في فترة من 11 إلى 15 من هذا الشهر، يعني أكبر دليل على نجاح البحرين في تحقيق أهداف الدبلوماسية البرلمانية. نعم سعادة السيد علي العرادي عضو مجلس الشورى، شكرا جزيلا لك.